أسمر وطبع الدلع يا عيني بهوه وملباخ فيه. إيه ده؟ ده مفيش سر خدمة يومين على المحطة. يا نهار أبيض. إيه ده؟ مني الإعلان دي؟ إيه ده؟ قدرنا يوم أسود ومطلع له شمس. يا ست! ستة اللي قاعدة! مفيش تروح جاية يا ست! يا ست! إيه ده؟ ايه ده؟ لا 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 يا ست! انت ست! ست! بسم الله الرحمن الرحيم! عفريت! عفريت! مصيبة يا ريس! مصيبة! مصيبة ايه يا بيومي بس؟ تعال بس وانت هتشوف! تعال طول بتهول كده! هول ايه بس؟ ايه في ايه؟ وريني يا سيدي ده احنا وصلنا راسين فيه ايه؟ اهو 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 ايه انا مش شايف حاجه اهو يا ريس اهو على الكرسي ايه ده طب تعالى تعالى طب هروح انا ابلغ البوليس يا ريس روح ورد استغفر الله العظيم العظيم مش هتراجع مش هتراجع استغفر الله العظيم مش هتراجع اهي يا باشا اهي يا باشا المقتول اهي يا باشا شيل ايدك يا جدع انت انت يا جدع انت بتنيل ايه انا نازل المحطه يا باشا طيب روح كلمنا الطب الشرعي نشوف دي ماتت مقتوله ولا ماتت طبيعيه ولا ايه يا لهوي يا لهوي ما تبقاوحي ما تسيبتش احكي لنا ايه اللي حصل والله ما اعرف بس هتبقى بيوم اللي شغال معنا في المحطه هنا جه قال لي تلحق في مصيبه على الرصيف جديد تعرفها خطيبه ابن اختي طب كانت بتعمل ايه هنا دي؟ كانت مسافرة راجعة من السفر معاها حد لوحدها كانت بتوصل قطر عشان مسافر وانا افتكرت انها مشيت من ساعتها بتوصل ابن اختك؟ ايوه يا باشا انا قلت دي روحت يعني اخر حد شافته كان ابن اختك طيب انت شفتهم مع بعض يعني لو قاعدة من ساعة ما مشي يمكن يكون عمل لها حاجة لا يا باشا لا حاسس انه يمكن يزعل ورا يروح روح من جوه روح من جوه وحسن بيه ده فين دلوقتي بقى؟ الله اعلم طب يلا يا ابني انت هو اعمل كردون حواليها ونشوف المول ده اخرته ايه؟ يا ناديه ايوه يا ماما ايدي مش فاضيه انا عارفه يا بنتي ان ايدك مش فاضيه قومي سيبي اللي في ايدك ده اعملي بكره ما ينفعش يا ماما الطلبيه دي متاخره على الناس ولازم تخلص الليله وكل شويه النور عمال يجي ويقطع انا مش فاهمه بس انت مشيتي البنات ليه هو كفر يعني يا بنتي شايفه الدنيا مزحوله بره ازاي خدي حطي الكسوه بتاعت اخوكي في اوضته حبيبي يا ابني حقت شمال يعني منك يا عيني عليا لو ليا بس نص الحب والحنيه دول انما نقول ايه بقى حسن واخد الحب كله لوحده حسن ده حبيب امي ربنا ما يحرمني منه يا رب كلمتي ورد في التليفون شكلها رجعت من السنتر على البيت من بره بره يا اختي ده ايه البرد ده يا اختي وده مين ده اللي جاي لنا دلوقتي استر يا رب طيب طيب بالهداوه خير يا بيوم جمعة اخويا جرى له حاجة؟ خير يا ست أمينة الريس جمعة بخير الحمد لله أمال في إيه يا عم بيوم يا طنطا؟ الأبلة ورد مالها؟ هات العوايز يا أمينة أنا مالك يا عم إيه إيه؟ يا أم حسن طمني عليك يا حسن يا ما تقلقيش يا أم حسن لا معلش معليك صحناك من النوم لا
انا مستنيك في المحطه اهو. خير يا ام حسن ان شاء الله خير. شاهد بس يا دكتور الله يبارك لك. صحيح يا ام حسن. جمح جمح بنت جرالها ايه؟ ابوس ايدك. اهدي اهدي. استهدي بالله يا حاج استهدي بالله. لا اله الا الله. ابوس ايدك يا ماشي. برد قلبي اشوفها بس. حاضر حاضر يا حاج. انت امها؟ انا امها. دي والدة حسن يا حاج الظالم. حسن ايه جرالها ايه يا وراخ؟ لا مش عايزين صداع بقى مش ناقصه. طمني حسن انا شفته وهو بيركب سافر بالسلام. هو في ايه يا خالد؟ بتفهمنا في ايه حضره الظابط؟ خدهم على اوضتك يا حاج لغايه الدكتور ما يجي. يلا يا حاج بدل ما اخدك على الاسم ونكمل الحوار هناك. حاضر يا باشا. يلا يا امينه. يلا لا مش هتنقل من هنا قبل ما اطمن على ورد واشوف. يلا بس يا شاي يا ابني هات لي شاي. يلا يلا يا امينه. يلا بس هات لي شاي. يا رب يخليك يا جمعه. ابوس ايدك يا اخويا. يلا عايز اشوف ورد. نادي يا جمعه. ورد ورد. يلا يا نادي ورد. يلا يلا. طمنا يا ست ام حسن. خير ان شاء الله ان شاء الله خير. يا حاجة قولي لي بقى حاجة تعرفي ايه عن ورد؟ بنتي. زي بنتك يا حاجة. عارف عارف والله. وعارف كمان ان كم الجدع اللي سابها مرمية كده وهج. بس انا كنت عايز اعرف علاقتكم ببعض ايه بالظبط يعني. حسن وورد متربيين مع بعض ويحبوا بعض من زمن الزمن. كان هو ظنايا ابن سبعة وهي كانت بتحبي على ايده. بتحبي على ايده. اه يعني انتوا جيران ولا قرايب ولا؟ معلش يا حاجه وضحيلي. الله يبارك لك اكتر. بس جيران بس زي بنتك. عرفت يا حاجه وعهد الله. لا اله الا الله. طب هو وماها فين؟ امها الله يرحمها سابتها لي وهي حته لحم حمرا خدتها في حضني. ابوها من ساعه الست صفيه ما ماتت وهو سايح في البحر. ورد كانت في حضني طول عمرها في حضني. ما خطرش على بالي انها هتسيب حضني الا الحضن حسن. حضن ربنا اوسع من حضن عبيد. ايه يا حاج؟ كان نفسك تطلع درويش ولا ايه؟ ما تساعدونا يا اخوانا. انتوا مش مقدرين المصيبه اللي انتوا فيها. مصيبه ايه؟ هو في مصيبه اكتر من كده؟ البت راحت والواد راح. في ايه تاني؟ لا في اكتر من كده يا حاج. ما عرفناش حسن راح فين وعمل ايه في بنتك. يا باشا ما قلنا لحضرتك مفيش حاجه من دي حصلت. كل الحكاية إن حسن اختفى. واختفاؤه ده غريب جدا وبيأكد إنه عامل مصيبة. سعادة الباشا حسن طول عمره بيسافر. ده ما بيبيعيدش في سريره أسبوع واحد على بعض. حسن له سنين رايح جاي على السكة. أيوة بس مش كل مرة بيسيب وراه جثة. جثة ده مكتب ربنا طاهر. حسن ابني ما عمل حاجة. يعني البنت راحت وهو كمان راح. ما تقول له يا جمعة. قول له يا جمعة حسن ما ايه دي بس عشان صحتك انا ما تسيب يوم في رايي. اكيد هيجي يا خير يا باشا. وحياة اغلى حاجة عندك تسيبها. انا عارف ان ده شغلك بس ارحم. ربنا يرحمنا كلنا ويغيرنا مننا على خير. يا ترى انت فين يا حسن؟ راح على فين يا خير؟ ايه بس يا دفعه؟ هغطي وشها. ما هو حرام يا دفعه، حرام سيبها مكشوفه للطال. ما تجيبلناش الكلام من الباشا يا جدع. الله يبقى من هنا. طب الله يرضى عليك. جرايه يا اخويا انت وهو واقف على النفسه تحت بيتكو لازم تتكلم انك له. انت جدع انت تعالى هنا. خدامك يا سعاده الباشا. الاكل فين يا ابني؟ اتفضل يا باشا. والله يا باشا والله انا كنت بغطي وشها. هو ده الاكل انت جايبه لي؟ تشتغل ايه هنا؟ ايوه باشا ايوه باشا شغال هنا. انت هتستعبط. بقول لك شغال ايه؟ فهمت يا باشا. انا معاون الرئيس جمعه ومحسوبه يعني.
وغير انك معاون الريس جمعه ومحسوبه. ها؟ المنظم مش واخد باله يا باشا. تعرف ايه عن حسن رشيد؟ وعليا الحرام من ديني، لو اتكلمت زيهم لرميك في الحجز، انت مش حامل بهدله. يعني هقول ايه يا باشا بس؟ والكعبه الشريفه، والكعبه الشريفه انا ما اعرف اي حاجه، بس اقول لك حاجه يا باشا، هقول لك الباشمهندس حسن ده يبقى ابن اخت الريس جمعه. والصراحه يعني الحق لله هو راجل، راجل كله مرجله، ما يتخيرش عن سعادتك يا باشا. لما طولك يا روح، اخر مره شفته كانت امتى؟ كنت رايح اجيب له قيمتين، قابلته جاي هو الله يرحمها الابله ورد. لا في سؤال صغير يا باشا ممكن اقوله؟ ينفع الواحد يعني يموت وهو قاعد على الكرسي؟ وانت مال اهلك؟ لاحظت عليهم حاجه؟ قافشين مع بعض، متخانقين، مزعله؟ عمري ما شفتهم زي النهارده. ازاي بقى؟ قول. باشمهندس حسن كان مساهم كده وعين طوالي، والله يرحمها بقى الابله ورد، كان ازاي اللي هتعيط؟ بس ربك والحق انا رميت عليهم السلام، ما ردوش وسحب على جوه. انا قلت يعني يمكن يكون زعلان مني. انا مالي يا ابني بحكايتك، ما تخلص. وبعدين؟ ولا قبلين يا باشا، رحت جبت اللقمتين وجيت ما لقيتهمش. لازم يكون عمل لها حاجه، يا هو يا غيره. غريبه يعني واحده بالحلاوه والرقه دي تموت كده من غير سبب. الدنيا مليانه بلاوه يا باشا، ربنا يعينك يا باشا. وانت قوت حضرتك ايه بقى عشان تقعد تسمرني وتحكي معايا؟ امشي يا عم من قدامي. روح يا ابني لنداي، اسمها ساميه، ناديه دي، ناديه. حاضر يا باشا.